مشاهدي قناة ديار الفضائية أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير على الهواء مباشرة. ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي. لا تزال متابعاتنا متواصلة وياكم، راح نعرفكم عليها بالإضافة إلى محاور حلقة هذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين. طبعا بدايه اسره برنامج المشهد الرياضي تهنئ اداره ولاعبي وجماهير نادي الشرطه بمناسبه حصول فريقهم الكروي على لقب دوري الكره الممتاز للمرة الخامسة في تاريخه، بالإضافة إلى 15 لقب آخر بالنسبة للألعاب الفردية والجماعية. خلونا نشوف هذا الفاصل اللي هو إهداء من أسرة برنامجنا لعشاق القيثرة الخضراء، ومن ثم نعود إليكم للبدء بفقرات ومحاور المشهد الرياضي. اهلا بكم مره اخرى مشاهدي الكرام، نبدا وياكم متابعات حلقه اليوم من برنامج المشهد الرياضي، متابعتنا الاولى من الاتحاد العراقي لكره القدم اللي احتضن يوم امس قرعه بطوله غرب اسيا اللي راح تنطلق ان شاء الله في 30 من الشهر الجاري في محافظتي كربلاء واربيل بمشاركه 9 منتخبات عربيه. تعالوا خلينا نتعرف على ما دار بهذه القرعه ومن ثم لنا عوده. نستجدي إقامة البطولات، نحن نريد حقنا، نريد حق جمهورنا، نريد حق رياضينا، نريد حق بطولاتنا الأخرى فقط وليس فقط كرة القدم. إذن هذه هي البوابة التي ستفتح من أجل أن يسترد العراق حقوقه، من يكون هناك جمهورا متعطشا لأن يحتضن هذه البطولات، أن تكون هناك أصوات صادحة بحب العراق واسم العراق وألفة العراق وعودة الوطنية للعراق من جديد، كما اتحد كل العراقيين عام 2007 وصدح باسم العراق فرحا، سيصدح من جديد إن شاء الله فرحا بهذه البطولات وبهذه الأنشطة والفعاليات. أزف هذه البشرة إن شاء الله، وأتمنى من الكل وقفة جادة حقيقية من أجل أن نوصل الصورة الحقيقية للعراق. الحقيقة هو الحضور الفلسطيني مش أول مرة يكون هنا في العراق، إحنا المنتخب الفلسطيني المنتخب الفدائي هو أول فريق عربي جاء إلى العراق لرفع الحظر عن اللي هو العراق أيام في السابق يعني، وكنا متواجدين قبل هيك في البصرة وفي ملعب الشعب، وإن شاء الله سنكون متواجدين دائما في العراق. الحقيقة هذه بالنسبة للبطولة نفسها وجودها في العراق هذا شيء مؤشر إيجابي جدا، يدل على أن العراق الآن الحمد لله تعافى من الغيمة السوداء الداعشية اللي كانت موجودة في العراق هون، والآن أصبح العراق مستقر لكي يستضيف إخوانه العرب من شتى الفرق والمنتخبات العربية، حتى يدلل على أنه الآن جاهز للتطور إلى الأمام. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، بالتأكيد هذا الموضوع يعني محط فخر بالنسبة للعراقيين، استضافة بطولة قارية مثل بطولة غرب آسيا، لكن نتمنى مثل ما ذكر وزير الشباب والرياضة أنه تتوحد الصفوف بهذا الموضوع وبالذات الوزارة،
خصوصية يعني الكل يعرف أنه هي مسؤولة على الملاعب والتنظيم، لذلك نتمنى تعاون واجتماعات متواصلة ما بين اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة والجهات الأخرى بالتأكيد. ننتقل إلى متابعتنا الأخرى بشأن منتخبنا الوطني وموعد انطلاق تدريباته استعدادا لهذه البطولة، بطولة غرب آسيا، فضلا عن موعد وصول المدير الفني للمنتخب الوطني سيد كاتانيتش إلى بغداد. من خلال تصريح راح نتعرف على هذه المواضيع للمدير الإداري للمنتخب الوطني السيد باسل غورغيس. خلونا نشوف شنو اللي قاله لبرنامجنا ومثم نعود لكم. والله هي بصراحة يعني في بداية الأمر إنه هي البطولة هو مكسب كبير لنا كلنا كعراقيين، إنه هاي أول بطولة بعد رفع الحظر بهذا الثقل وعدد الفرق حوالي 9 فرق وعلى مجموعتين، فهذا أعتقد نجاح. والمهم إنه إحنا نستمر في هذه البطولة وإنه نخرج البطولة بأحسن الأحوال، من كان على مستوى الفني أو المستوى الإعلامي أو مستوى الجمهور. أما القرعة أعتقد القرعة أنه قرعة جيدة للمنتخب الوطني، أوقات جيدة، أنه ساعة 7:30 بالليل، خاصة تعرفون الجو يعني الحار، فأعتقد أنه الأمور طيبة تكون ونقدر نأدي واجبنا خلال المباريات ونخرج البطولة بأحلى صورة. أعداد الفريق إن شاء الله يوم 25 بالشهر الفريق يتواجد في كربلاء، هو موجود في أربيل سيد كاتانيتش، وإن شاء الله يكون حاضر غدا في بغداد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين. ننتقل إلى متابعتنا الثالثة حول استعدادات المنتخب الوطني ورأي اتحاد كرة القدم بهذه القرعة، قرعة المنتخب الوطني ووضعه بالنسبة لبطولة غرب آسيا أو أيضا التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 22 وأمم آسيا 2023. من خلال تصريح مشاهدي الكرام لعضو اتحاد الكرة السيد يحيى كريم، خلونا نشوف شنو اللي قاله لبرنامجنا ونعود إليكم. نتمنى رفع الحظر عن بغداد الحبيبه، بغداد السلام، هذه امنيتنا واحنا عاملين عليها ان شاء الله بالتعامل مع وزاره الشباب والرياضه. هناك اللمسات الاخيره لرفع الحظر ان شاء الله، وتحدي كبير لنجاح بطوله غرب اسيا. 9 منتخبات على مستوى عالي راح يشاركون بهاي البطوله لاول مره، اكيد انقطاع كبير منذ 89، هذا يعتبر تحدي لاتحاد الكره واتحاد غرب اسيا والمنتخبات المشاركه وكذلك الاعلام والجمهور. عندي امنيه من الاعلام بان يركز على الحالات الايجابيه اكثر من الحالات السلبيه، تعرف اعلامنا يعني هو دائما يبحث عن الاثاره، لكن بهاي البطوله خلي يترك هاي الاثاره، خلي يبحث عن الامور الايجابيه. لا احنا نشوف يعني هي تقريبا المجموعه هي متوازنه، هناك مجاميع اكثر صعوبه من مجموعتنا، احنا العامل المهم اللي راح يساندنا بالتحقيق النتائج الايجابيه هو اللعب في ملاعب العراقيه وبالذات ملعب جذع النخله اللي يتسع لي 65,000 متفرج، راح تكون جماهير كبيره ومسانده لمنتخبنا، هذا راح يتدافع معنوي كبير. وتشهد حضرتك المباراه الوديه اللي اجريت في ملعب البصره وكيف منتخبنا قدم امام جماهير المتعطشه لمشاهده النجوم العراقيه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بعد ما عرفناكم بالتاكيد على متابعاتنا لحلقه هذا اليوم من برنامج المشهد الرياضي، ننتقل الى محور الحلقه اللي راح يكون مخصص للحديث عن تتويج فريق الشرطه بلقب الدوري وغياب موضوع غياب النجوم نجوم الكره العراقيه عن قرعه غرب اسيا اللي اقيمت يوم امس في مقر اتحاد كره القدم، وكذلك مستوى المنتخب الوطني مع المدرب السلوفيني كاتانيتش. طبعا نتمنى هو نتحدث في محاور عديده مع ضيفنا اللي راح نعرفكم عليه اللي هو الكابتن سعد قيس، حياك الله في برنامج المشهد الرياضي النجم الدولي السابق. مساء الخير عليك وعلى كل المتابعين، سعيد بوجودي هنا. طبعا بالتاكيد احنا سعيدين، صار تقريبا سنه طبعا سنه رحت وجيت، دائما تروح وترجع لبغداد واحنا نتمنى دائما تكون متواجد في بغداد، لكن بدايه انت يعني كنت مدير كره بالنسبه لفريق نادي الشرطه وبعدها تركت العمل وغادرت، اليوم رجعت الى بغداد وشفناك بتتويج فريق الشرطه. اليوم رجعت يعني امس او يعني نعم. قبل يومين رجعت بصفه ضيف هاي المره، يعني انا كنت قبل مدير للكره نعم. مع نادي الشرطه، غادرت قبل انتهاء عقدي بشهر واحد، الشهر الاخير يعني كنت في النرويج مع عائلتي،
اليوم أنا موجود كضيف، ضيف شرف مثل ما يقولون، بدعوة من إدارة نادي الشرطة، مشكورة على هذه المبادرة اللطيفة والجميلة صراحة، بمناسبة التتويج، وعلى أنه أنا أحضر في هذا اليوم الجميل بالتأكيد، ويوم سعيد لكل محبين نادي الشرطة بالتحديد إلى سعد قيس. أنا يعني حملت اللقب كلاعب وحملت هسه كإداري يعني. الحمد لله وشكر، قلت لك دعوة جيدة وجميلة، حضرت بالتتويج وكانت فرحة كبيرة للجميع. نعم، أكو عودة إلى العمل مع نادي الشرطة؟ لا، هاي صفحة وانطوت. صفحة وانطوت. ترجع للنرويج؟ لأن أنا جيت بكل صراحة يعني أنا نعم. مع كل جل احترامي لإدارة نادي الشرطة وبالأخص كابتن علي الشحماني اللي هو كان كنت وما زلت أقول إنه هو سبب مجيئي إلى بغداد. الإدارات السابقة ما تجرأت ودعت وفكرت باللاعبين أبناء النادي، هذا الرجل هو اللي فكر بسعد قيس، برغم علمي وعلم الجميع إنه كان وجودي وجود معنوي فقط، ما كان وجود إداري ولا كان وجود لتغيير منظومة وتغيير أو إصلاح أمور معينة، لكن وجودي معنوي. لكنه الحمد لله شكرا في هذا الموسم، بداية هذا الموسم أنا كنت موجود مع اللجنة الفنية اللي تم تكليفنا باختيار لاعبين واختيار المدرب الصربي، انا وهاشم رضا، كابتن هاشم رضا واحمد ايش بالنسبه للموسم المقبل والموسم هذا الموسم الحالي. انا قلت لك الموسم اللي راح انا كان وجودي معنوي فقط يعني انا جيت لانك تعرف كان النادي والاداره كان متعرضين الى ضغوط كبيره من الجمهور فكان وجودي يعني معروف شنو سبب وجودي، كان معنوي فقط. لكنه بدايه هذا الموسم اللي انا كنت في البدايه مع الفريق كلفنا، قلت لك لجنه فنيه انا وكابتن احمد صلاح وهاشم رضا وهيثم شبول، تحياتي لهم جميعا يعني انه احنا كان لنا بصمه في اعداد هذا الفريق واعداد اللاعبين، فالحمد لله وشكر يعني قدرنا انه نساهم في هذا الشيء. وبعدها انا اختاريت مدرب او لا؟ لا يعني الموسم اللي راح انا اقصد يعني انا كنت بدايه الموسم الموسم اللي راح انا كنت موجود، مو هذا الموسم انا قلت لك انا ضيف، أنا ضيف جيت بدعوة من الإدارة على مدى التتويج فقط، لكنه أنا لا أفكر نهائياً بالعمل مرة أخرى. يعني كابتن اليوم اللقب لقب فريق كرة القدم هو اللقب رقم 16 هذا الموسم بالنسبة لنادي الشرطة، إذن يعني حصة الأسد بالنسبة لهذا النادي خلال هذا الموسم موسم استثنائي بالنسبة للشرطة، لكن هذا الشيء كنا تنبأنا به قبل لا ينطلق الدوري. احنا هذا طبعا انجاز يحسب الى اداره الشرطه بالتاكيد، يعني انجاز انه اللعبه الوحيده فقط لربما كانت ناقصتنا اللعبه الوحيده اللي هي كره السله صح، ولا كانت اكتملت كل الكؤوس يعني هذا انجاز يحسب الى اداره الشرطه، الى عملها، الى تخطيطها. اضف لذلك لدعم وزاره الداخليه الاموال، انت اليوم بدون اموال ما تقدر تسوي شيء، لكنه هذا ما يمنع انه احنا كل رياضي الشرطه في كل العاب كانوا الافضل وحصدوا هاي الجوائز. طيب كمستوى فني بالنسبه لفريق الشرطه بالاضافه الى وجود الاموال والاسماء الكبيره، يعني حتى تشكيله البدلاء هي يعني الكل يتمنى، كل الانديه يتمنى عندها هكذا لاعبين، كيف قرات المستوى الفني بالنسبه لفريق نادي الشرطه؟ انت بالتاكيد يعني انت اليوم تجمع تقريبا خلينا نقول 10 لاعبين نعم منتخب عراق او على مستوى منتخب عراق في فريق واحد مو سهل صح، هذا يحتاج لمدرب، مدرب ذو عقليه، مدرب يعرف كيف يتعامل ذهنيا مع اللاعبين، يتعامل بطرق احترافيه مع اللاعبين. يعني انا في رايي انه نعم كان هناك شرطه ما ينقصها شيء، الاداره وفرت كل شيء، اموال موجوده، عقود ما نقول خياليه، نقول عقود افضل من الفرق الاخرى، لكن هاي كلها بصراحه لولا وجود هذا المدرب اللي انا اقول لك يعني يمتلك عقليه، لربما المدرب المحلي ما كان ممكن ينجح مع اللاعب. شنو السبب اللي يخليك تحكي بهالطريقه؟ يعني اليوم مدربين محليين ما معقوله انه كلهم ما يقدرون يتعاملون مع لاعبين منتخب وطني في نادي؟ عفوا استاذ، انا قلت صعوبه. نعم بالتاكيد. نعم اليوم كل الصعب من تجيب مدرب محلي يتعامل مع كميه، شوف يعني احنا نقول كميه ونوعيه، هنا موجوده صح. النوعيه موجوده والكميه موجوده في نادي الشرطه، صعب جدا على لاعب على مدرب محلي يقدر يتعامل مع الكل، هذا مدرب محترف ممكن يتحول الى سلاح ذو حدين 100%، لكن هذا مدرب عرف كيف يتعامل يعني، والدليل انه هو اني بحضوري ولا عدم حضوري اشرك كل اللاعبين صح، طول الموسم اشرك كل اللاعبين، يعني ما منع اي لاعب من حق اللعب،
فأني قلت لك سبب من أسباب نجاح هذا الفريق هو المدرب، طريقة تعامله مع اللاعبين، كيفية التعامل، كيفية امتصاص غضب لاعب كان لربما ملاعب. أضف إلى ذلك أنه دائما جهود كل ما تتضافر، إدارة ناجحة، عمل ناجح، مدرب ناجح، لاعبين متقبلين، فهي المحصلة النهائية أنه هي النتيجة الفوز بالدوري. طيب انطلاقا من هاي جزئية وجود المدرب الأجنبي مع فريق نادي الشرطة، ننتقل خلينا إلى المنتخب الوطني. أنت مع استمرار كاتانيتش بعد حديثك هذا حول ضرورة وجود المدرب الأجنبي؟ هاي هنا الحالة تختلف حبيبي، إنه هنا الحالة شلون تختلف؟ إنه أنت اليوم الدوري العراقي مصنف من الدورات السيئة بالتأكيد، يعني إحنا نحكينا اختلفت الحالة. الحالة أنت ما تقدر تسحب كل لاعبي المنتخب من نادي الشرطة، الفريق البطل المفروض هو الأفضل، أغلب لاعبي الأفضل، أغلب لاعبي الجيدين. هنا الحالة تغيرت، أنه أنت اليوم المشكلة الرئيسية أنه أنت ما عندك منتخب قوي. ليش ما عندك منتخب قوي؟ ما عندك منتخب قوي لأنه ما عندك دوري قوي، وأنت مستحيل تقدر تظل تعتمد على اللاعب لاعب معين أو لاعبين معينين. هي مع كل أسف هاي قاعد نعاني من عدة، مو شرط أنه نيبوتشا نجح مع نادي الشرطة اللي احنا كنا نعرف الاسباب، لكنه مو شرط انه مدرب المنتخب العراقي كاتانيتش راح ينجح مع المنتخب. ولذلك انا اشوف انه ما زلت عند رايي انه هذا المدرب غير قادر على انه يعني ياخذ منتخبنا لكاس العالم. شنو السبب؟ اسباب كثيره من ضمنها يعني انا من قلت لك انه اداره الشرطه كانت ناجحه في التعامل مع الفريق، في كيفيه ايصال الفريق وتوفير كل شيء للفريق. هاي نفتقده مع الأسف. أكو شغلات ما متوفرة للمنتخب؟ بالضبط، أمور كثيرة ما متوفرة للمنتخب، من ضمنها الإعداد، الإعداد الناجح والجيد والمباريات القوية اللي على مستوى عالي، هاي الأمور كلها ما متوفرة. أنت اليوم تروح تلعب تصفيات كأس عالم، أنت لا أقل شيء لازم لعب لك في 10 مباريات. صح، من 5 إلى 6 إلى 7. لكن مقبلين على بطولات غرب آسيا، اليوم 9 منتخبات مشاركة في البطولة. يا عزيزي هسه وإحنا يعني إحنا نقيس غرب آسيا بكأس العالم، يعني أنت يا فريق راح يلعب فريق ثاني. راح نلعب احنا ويا اليمن وسوريا المنتخبات راح تلعب كلها راح تلعب بالتشكيله الاساسيه؟ لا بالتاكيد. بالتاكيد لا، لانه هاي فرصه لكل فرق المنطقه باختبار شنو اللاعبين اللي ما شاركوا، واللاعبين اللي بعدهم ربما شباب اللي ممكن انه هم يكونون رديف للمنتخب منتخبات بلادهم. فاحنا الوحيدين اللي معتمدين على البطوله كانه بطوله كبرى، لكن انا احكي من منظار اخر، احنا بطوله كبرى لانه بالعراق، لانه محرومين من اللعب في ارضنا، انه هاي فرصه حلوه صح. للعراق، لكنه لما ترجع انا ليش ما اعطي فرصه كابتنش؟ ليش ما يعطي فرصه للاعبين اللي هو المفروض يعطيهم فرصه في هاي البطوله؟ طيب دائما كابتن العاطفه تسبق البحث عن نوعيه مباريات، يعني هسه لاحظ مثلا بدل من البحث عن منتخبات افضل نجي يعني نتحدث بعاطفة، حول مثلا نحكي دائما عن أمور ما لها علاقة بالجوانب الفنية اللي تصب في مصلحة المنتخب. العاطفة يعني بخصوص شنو عفوا أستاذ؟ يعني مثلا اليوم احنا جل اهتمامنا بكيفية استضافة المباريات والبطولة، رغم انه هي تحدثت قبل قليل ذكرت انه فنيا ضعيفة بالنسبة للمنتخب الوطني. بالضبط، يعني هذا اللي دا اقول لك عليه، انه احنا هسه مشغولين بشغلة واحدة، انه احنا نسوي بطولة في العراق. نعم. هذا من حقنا طبعا، من حقنا انه احنا نفرح، من حقنا. وبالمناسبه الحكي اللي سمعناه انا وياك هسه بدرجه رئيسيه ومهمه جدا 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 لحتى تنجح هاي البطوله هو الجمهور. الجمهور سبب رئيسي بانجاح هاي البطوله. الجمهور طالما انه جاي انت قاعد تدعم فريقك، احنا المفروض ما نوصل الحاله للجمهور على انه هي هاي بطوله مصيريه لا منفوز بها نفشل، لا، الفكره انه احنا المفروض الجمهور يفهم ويعرف انه هاي بطوله تحضيريه، بطوله تجريبيه. الاهم من عندها مثل ما قلت انت العاطفه انه احنا قاعد نستضيف بطوله، ولاول مره قاعد نستضيف بطوله بالعراق، وهذا الاهم بالنسبه لهم، متناسين اللي الخطوه الاهم اللي هي تصفيات كاس العالم. ممكن راح ياثر على مستقبل المنتخب؟ ياثر اذا احنا مو انا قلت لك ياثر. انا كنت اتمنى انه الاتحاد يتدخل بهذا الموضوع، انه يخلي هاي صح. احنا فرحانين انه راح نسوي بطوله، ولا هي بطوله غرب اسيا يعني بطولة عادية جدا بالنسبة للبطولات الأخرى، أمم آسيا ولا تصفيات كأس العالم. كنت أتمنى إنه الاتحاد يفكر إنه هاي البطولة تكون إعداد للاعبين اللي أصلا هم غير مهيئين إنه يلعبوا، ولا في فكر كاتينيش. إذا أنت مدرب تعتمد على 11 لاعب هاي 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 كارثة. ألعب في غرب آسيا ولعب في تصفيات ولعب بالمباريات الودية هاي كارثة. أنا أتمنى إنه هو المدرب يختار العناصر اللي مثلا أنا أقول لك لاعبين معينين ما كان عينه عليهم، ما كان شايفهم، صح. يعني هم يعطيهم فرصة إنه يشاركون بهاي البطولة حتى يشوفهم
باللعبات القادمة. طيب كابتن، يوم أمس جلت قرعة بطولة غرب آسيا في مقر تحت كرة القدم، لكن غابت نجوم الكرة بالنسبة لهذه القرعة. احنا دائما ما لاحظنا مثلا ذاك اليوم أمور بسيطة، نادي الوكرة استقطب لاعبين جدد، دز دعوة للكابتن عفوا عدنان درجال وحضور نجوم باقي نجوم نادي الوكرة. يوم أمس الأمر يعني غير طبيعي، يعني احنا أيضا راح نستعرض تصريح للسيد علي جبار، ما لاحظنا وجود النجوم في هذه القرعة رغم أن هي أمر مهم، احنا صارنا سنوات مثل ما تفضلت حضرتك ما مستضيفين أي بطولة على الأراضي العراقية. هو انت 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 يعني هي نقطة تحسب ضدهم بالتأكيد السابق. نعم. ليش تحسب ضدهم؟ انت هاي الفرق اللي جاية، انت لما تجيب اللاعب لاعب الخبرة او لاعب القديم او اللاعب اللي له تأثير جماهيري، بالعكس انت قاعد تسوق البطولة بشكل افضل بالتأكيد. يعني انت من تجيب اللاعبين القدامى يكونون موجودين بالقرعة. نعم. اعلاميا شيء مفيد، حتى اعلاميا ما اخذت حقها القرعة بالتأكيد. وهي هاي المشكلة، المشكلة انا مثل ما قلت لك قبل شوي، احنا قاعدين نفكر فقط انه احنا قاعد نستضيف بطولة واعتبره انجاز. يعني انت اكيد فاهم قصدي، انه مجرد انت استضافتك لبطوله هم دا يعتبروه انجاز، تناسوا كل هاي الامور اللي هي المفروض كانت تكون حاضره قبل هذا التفكير. نعم. انه على قولتك اللاعبين القدامى، المدربين القدامى، الاعلاميين، الاعلاميين القدامى لازم كان المفروض يكون لهم حيز من هذا الموضوع. طيب خلينا نشوف وجهه نظر اتحاد كره القدم متمثله مشاهدينا الكرام بتصريح لنائب رئيس اتحاد الكره علي جبار، كان له راي مثير بصراحه حول غياب النجوم عن حضور قرعة بطولة غرب آسيا. شاهد تصريحه ومن ثم لنا عودة. اسألهم أنا دعيت 3000 نجم، اسألهم على بطولة بالعراق، أهلا وسهلا بهم، جو يعني على الراس، نرحب بهم بطولة وقرعة وكل تدري. أنت شلون جيت؟ لا شلون جيت يعني؟ اكو واحد قال لك لا تجي؟ يفترض الكل تجي معززين مكرم. مثل ما نوهنا مشاهدي الكرام، تصريح مثير بالنسبه لي السيد علي جبار بخصوص هذا الموضوع. كابتن سعد تضحك كابتن صدق، شر البليه ما يضحك يعني فعلا. يعني شلون يعني مثلا شلون يعني شلون شلون نروح من كيفنا يعني مثلا؟ يعني لا يعني بتعتقد انه كان على الاتحاد انه يدز دعوات الى نجوم الكره؟ لا اعرفكم الدعوه، هو تصريحه. نعم. مع قال اسال النجوم. مع تقديري واحترامي للسيد علي جبار، يعني ماني ما فهم شنو الموضوع، شنو ايش قال هسه؟ هو قال انه اسالهم المن يسال المن يعني. اسال النجوم يعني اسال ليش ما. نعم. ليش ما دعيناهم لو ليش ما جوي؟ ليش ما جوي؟ حلو يعني. وبعدين شلون يصير هاي التصاير؟ سامع بيها؟ مستحيل، هذا تصريح مستحيل يعني، غريب فعلا غريب. يعني افرض جوي 100، افرض جو افرض خلينا افرض جوي 100 من النجوم، من كيفهم راحوا؟ اكو قاعه تستوعبهم يعني؟ لا بالتاكيد يعني اكو انت معي يعني. فعلا انا استغربت من التصريح. المفروض ما وصلتكم اي دعوه؟ لا النجوم صار لك اسبوع تقريبا موجود في البادل. بالضبط صار اسبوع. لا بس هي استاذ مع جل احترامي يعني لعلي جبار ولاعضاء الاتحاد، هاي مو طريقه، مستحيل مو طريقه. مال اسالهم يعني شنو؟ هسه انت قاعد قدامي تسالني يعني معقوله؟ مو حتى هن قالوا اللي يروح بدون عزيمه ينام حتى بدون فراش. يا اخوي يعني ماكو يعني. قلت لك افرض احنا اتفقنا على 30 40 واحد، هل هم مهيئين لاستقبال 30 40 راحوا؟ ومن كيفهم لحالهم وشلون؟ لا هذا مو منطق. المنطق المنطق انه انت تختار مجموعه لاعبين معينين حسب الاجيال، من هذا الجيل ومن هذا الجيل. نعم. ومن هذا الجيل ومن هذا الجيل، وكذلك المدربين، كذلك الاعلاميين، باحترام. نعم. وتقدير، لان ذول اللاعبين اللي يقصد عليهم انه اسال النجوم هم ذول اللي محط تقدير واحترام، وهم ذول يسوون قيمه للبطوله وللاتحاد العراقي. اذا يعني عدم ارسال دعوات لنجوم الكره العراقيه يمثل نقطه سيئه بخصوص تسويق هذه البطوله وتسويق قرعه البطوله امام الاعلام. والله ما ادري، انا اشوف رايي الشخصي، رايي الشخصي يعني ما اعرف. اشوف انا اليوم ما اعرف ليش النجم يعني مغيب، لا ينغاضون من عنده. ليش موجود هذا الامر على ارض الواقع؟ اي ليش لمسته يعني لدى اعضاء بالتأكيد, بالتاكيد بالتاكيد انا ما راح احكي بشكل عام. نعم. حتى لا يفسر كلامي على انه سعد قيس يتكلم على اشخاص، لكن انا دا اقول لك بشكل عام. اليوم الاسم والنجم والمعروف يعني هوايه الاغلبيه انغاضوا من عنده، يضجون من هاي الاسماء. يعني ما انا ازيها انه لانه هم مو اسماء،
لانه مو اسماء معروفه لانه هم ما لهم تاريخ في كره القدم. فبالتاكيد لما نجيب نجم هذا مدافع واقعي خليهم يتصرفون بها. لا القسم ايش يفكر؟ القسم يقول لك انا ذي جيل معروف هذا راح ياخذ كل الاجواء من عندي والاضواء والكاميرات واللقاءات والحوارات. هاي معروفه. هسه انت اليوم تستضيف احمد راوي تستضيف لك فد واحد يعني ما له دخل بالطوبه، علي من تروح؟ تروح على احمد راوي. بس هي تحسب عليهم. لكن احنا في نفس الوقت نتمنى انه الاتحاد يكون قادر على انجاح هاي البطوله تنظيميا واعلاميا، حتى اعلاميا اتمنى يعني. بالتاكيد مشاهدي الكرام هاي نقطه تسجل ضد كل من مسؤول على ترويج هذه البطوله بالنسبه لاهميتها، خصوصا العراق صار زمن طويل ما مستضيف بطوله على ارضه. نشوف يعني قرعه هزيله بهذا الشكل يحتضنها مقر اتحاد كره القدم بدون وجود اي يعني رغبه او نيه بالترويج بشكل مطلوب لهذه البطوله. ننتقل الان مشاهدي الكرام قبل الحديث مع ضيف الحلقه حول هذه البطوله والتصفيات المزدوجه، خلينا نشوف شنو اراء الزملاء الاعلاميين حول هذه البطوله من خلال استطلاع اجراه معد البرنامج الزميل مصطفى العطان. نتابع. من الناحية اللوجستية هو تحدي كبير بالنسبة للاتحاد العراقي لكرة القدم، مثل ما هو تحدي لاتحاد غربي آسيا. منذ عام 1989 لم يحتضن العراق حدث كروي تجمعي في أكثر من مكان لمنتخبات عربية، لهذا أقول هذا هو التحدي. لكن من وجهة نظري توزيع المنتخبات على مدينتين راح يسهل الأمر. الآن وصلتنا تطمينات كثيرة فيما يتعلق برعاية البطولة وتمويلها، وهذا أكيد راح يسهل الأمر على الاتحاد العراقي لكرة القدم. ما أتمناه أن تفي المنتخبات المشاركة وهي تسعى بوعدها، وأن ترسل على الأقل معظم المنتخبات الصفوف الأولى من منتخباتها حتى تحقق الغاية التي نتوخاها من تنظيم هذه البطولة. وجود إيران يعني متوقع، لأنه في التصنيف الأول يجب أن يكون معاك منتخب بالتصنيف الأول وهو المنتخب الإيراني شاءت الأقدار. لكن أعتقد أنه المسألة تتعلق أولا وأخيرا بتحضيراتنا لهذه البطولة. نحن حتى الآن لا نعرف ملامح واضحة للمنتخب العراقي لأقرب بطولة ستقام بعد أيام، لهذا يجب أن يعني يسارع اتحاد كرة القدم لتأمين كل الأجواء المناسبة لجمع المنتخب وتأمين وصول اللاعبين خصوصا المحترفين ما أمكن منهم من أجل التحضير للتصفيات الصعبة المقبلة. بلا شك هي خطوة مهمة للعراق كي يثبت أنه قادر على استضافة البطولات الرسمية بعد تقريبا عام كامل من استضافة المباريات الودية. حان الآن موعد الرسميات وبعدها ستليها تصفيات كأس العالم. أعتقد هذه تجارب مهمة ممكن تنفع الكرة العراقية في رفع الحظر الشامل عن ملاعب. قرعة متوازنة ومميزة والعراق قادر على اجتيازها، ليس هناك من صعوبات. فرق آسيا تطورت نعم، لكن أيضا الفريق العراقي تطور. الجيل الجديد للكرة العراقية جيل مختلف عن التصفيات الماضية. بإمكاننا أن نجتاز هذه المجموعة وبإمكاننا حتى أن نتصدر. ما أعرف لماذا الخوف، لماذا الرهبة إذا لم تكن لدينا القدرة على مقاومة هذه الفرق على اجتيازها؟ فعلينا أن لا نفكر بالمونديال. نعتبر يعني استضافة بطولة غرب آسيا بمجموعتين في مدينة كربلاء وفي مدينة أربيل هذا حدث مهم جدا، طالما وإن العراق منذ عام 2001 لم يستضف أي بطولة، لم يستضف أي تصفيات، فهذه تعتبر فتبادلة جيدة. توازن القرعة بالنسبة للمنتخب العراقي لأن الفريق الإيراني فقط هو أعلى من عندنا بالمستوى التصنيف الآسيوي والدولي، بقية المنتخبات أقل من عندنا بالتصنيف. إمكانية تحقيق نتائج جيدة في هذه التصفيات قائمة لأنه إحنا حنواجه ثلاث منتخبات في الأدوار الأولى، بإمكاننا بأن نجمع نقاط ونكون مرتاحين نذهب لمباراتنا المقبلة مع إيران في الجولة الرابعة، ومن بعدها يكون لكل حادث حديث. شكرا لكل الأساتذة المتحدثين. نرجع كابتن سعد إلى منتخبنا الوطني واستضافة العراق لبطولة غرب آسيا. قبل قليل ذكرت حضرتك بأنه كاتنيتش غير قادر على تحقيق الهدف المطلوب. بشكل عام كيف تنظر لمستوى المنتخب مع هذا المدرب؟ يعني ماني مثل ما قلت لك ساق قبل شوية أنه إحنا أنا جبت لك مثل على نادي الشرطة. نعم. نادي الشرطة يعني المدرب كان ممكن انه ما ينجح، لكنه هو اللي كان سبب نجاح الفريق بعيدا عن الاداره.
انت لما تكون نعم. مدرب مع لاعبين بالتمرين علاقه بعد تنتهي الاداره صح تكون علاقه داخل التمرين عرف كيف يتعامل. احنا المشكله اليوم هذا مدرب مالتنا كاتنيش ما يعرف هاي الطريقه نفس الطريقه اللي يتعامل نعم. بها مع اللاعبين. انت اليوم حتى تنجح مع اللاعبين اول نقطه مهمه انه تكسب اللاعب بدليل الامور صارت في بطوله امم اسيا وحرمان اللاعبين من قبل اتحاد كره القدم دون الرجوع الى المدرب وهذه الجزئيات هذا هي بعد انت حكيت الموضوع كله حسمت الموضوع كله صار لانه هو هاي النقطه جدا مهمه. طالما اكو 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 ولاء خلينا بعيدا عن الولاءات للوطن لان هذا وطن هاي مشاركه مهمه جدا للمنتخب العراقي في تصفيات كاس العالم لكن اقصد انه هي هاي طالما انه ماكو هناك علاقه بين المدرب واللاعبين بهاي الطريقة علاقة جيدة عدم احترام المدرب يعني هاي الأمور كلها تعطيك انطباع على أنه أكو تسيب ما أكو انضباط ومستحيل أنه أنت المدرب فقط ترمي الكرة في ملعب الاتحاد مش يشتغلون الاتحاد يقوم يراقبون اللاعبين لو يراقبون المتسيبين لو فهاي نقطة جدا مهمة. أنا أقول سبب هاي بعيدا عن الأمور الفنية ده حشيلها طبعا الأمور الفنية عندنا مشاكل كثيرة لكن اذا ما يصير اكو انضباط اذا اكو ماكو لازم اكو ثواب وعقاب لازم اكو محاسبه اذا ما يصير هاي الحاله هاي راح تصير تتكرر هاي الامور في اي بطوله ثانيه. طيب يعني اليوم ذكرت حضرتك انه كاتنش يتحمل كثير من الامور لكن هل هو افضل من المدربين المحليين الموجودين؟ كاتنش انا اقول لك هي افضل أكو لا اكو افضل من عنده محلي عفوا اكو افضل من عنده انا متاكد يعني اكو رادشنيش افضل من عنده اكو ايوب اليشو اكو مدربين كثيرين يعني حتى عدنان حمد من انطرح اسمه عدنان حمد همينا عنده خبره اكو مدربين افضل لكن احنا هاي مشكلتنا دائما ننطي للاجنبي وما ننطي للمحلي ندعم الاجنبي ما ندعم المحلي احنا لو يوفرون للمحلي ربع ما يوفرون للاجنبي كان 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 اللي سواه انا متاكد مع المحلي اذا 100% اي مو اقول لك لانه انت عفوا انت خليك مشجع فقط نعم. عوفك من الاعلام وعوفك يعني انت لما تجيب مدرب اجنبي مثل كاتينيش والبطوله القويه اللي هي امم اسيا شفته وجربته نعم. بعد بيا بطوله راح تجربه لكن ايضا بالوقت ذاته نبحث عن الاستقرار كابتن هم راح نعاني من جديد اذا نرجع نستبدل المدرب نفس المشاكل راح ترجع. الأمو إحنا هي سلسلة إخفاقات، نعم. سلسلة مشاكل. أنا بالضبط زين إحنا مهم نستذكر زيكو مثلاً. نعم صح. يعني زيكو مدرب رائع زيكو. فأقصد إنه أنت مدام أنت مستقر على إنه إحنا نحافظ على الاستقرار، زين أنت حل القضايا الأخرى حتى المدرب يجي ينشغل بس بالأمور الفنية. صح لو أنت صح. أنت مستحيل مدرب إنه لاعب عنده مباراة باكرة أو بعد باكرة اللاعب سهران ما يرجع للساعة 5 الصبح أو 4 الصبح هو المدرب نعم. خلاص يعني هي هاي أنا أقول لك إنه إحنا المفروض المدرب يتفرغ للأمور الفنية بعيدا عن كلمة الاستقرار. كلمة الاستقرار اليوم أنت لما تسوي عقد مع مدرب يعني أنت كاتحاد متحمل مسؤولية هذا المدرب إذا حتى إذا فشل في تصفيات كأس العالم بس أنت هل إنه هو قادر فعلا على إنه يوصل منتخب العراق إلى كأس العالم؟ زين هذا الجيل كامل راح يضيع اذا هذا المدرب فشل. طيب يعني هل كان بامكان اتحاد كره القدم استبدال هذا المدرب بمدرب اخر بعد اخفاق امم اسيا؟ زين انت من امم اسيا تصفيات كاس العالم ايش قد؟ تقريبا 8 أشهر او 7 أشهر هوايه كان ممكن اي كان ممكن بالتاكيد كان ممكن بس طالما يعني هاي الامور اللي ما نعرف بها احنا بالتاكيد الامور العقد والشروط هاي ما اعرف بها انا صراحه هل كان من الممكن الاستغناء عنه بدون دفع شرط جزائي هاي الامور ما عندي علم بالتاكيد كان هناك شرط جزائي لربما هذا السبب اللي منع الاتحاد لربما لانه الشارع الرياضي كان ممتعض الشارع الرياضي منقسم نصفين نصف مع اعطاء الفرصه لكاتنيش مجال انه كذا النصف الاخر ما كان معك. طيب هو هسه راح ينتهي عقده قبل تصفيات كاس العالم وامم اسيا بحوالي اسبوع ينتهي عقده امم اسيا عفوا تصفيات كاس العالم وامم اسيا قبلها راح ينتهي عقده باسبوع. لا انت اذا تقول هم الاتحاد ابقوا عليه من اجل الاستقرار الفني نعم. فبالتاكيد وبعد ما ممكن انه يتم استداره في هذا ما ممكن فاس وقع بالراس طبعا انا قلت لك بدايه الحلقه قلت لك اني مو متشائم ما راح اقول متشائم لانه انا في كل الاحوال اتمنى هذا اسم العراق يعني اتمنى العراق يصعد الى كاس العالم هاي البطوله الاهم لكنه من خلال التجارب السابقه من خلال يعني خلينا نقول خبرتي الصغيرون هالقد بكرة القدم انه انا اشوف اكو مدربين محليين افضل منه طيب كابتن يعني اي اضافه فنيه ما لمسها الكابتن اليوم سعد قيس بالنسبه لهذا المدرب مع المنتخب الوطني يعني اذا 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 خلينا نقول في امم اسيا شفنا الجانب التكتيكي الدفاعي لهذا المدرب خلينا نقول ممكن مقنع بس ما شفنا الجانب الهجومي يعني لاعب واحد
هو اللي فقط اللي يسجل الفريق اللي هو ميمي مثلا يصنع نفسه ويصنع بالضبط يصنع نفسه هو يقول فان احنا شفنا الجانب الدفاعي واحنا انا سبق وانا حكيت بهذا الموضوع احنا شفنا الجانب الدفاعي الجانب الدفاعي كان جيد نوعا ما كان جيد ومقنع لربما اذا خضنا مباريات على مستوى عالي لربما يعني يكون هناك تطور يعني حتى في الجانب الهجومي فصعبة أنت صعبة تدخل إلى بطولة مثل تصفيات كأس العالم ومو مكتمل في كل شيء. يعني اليوم مباريات يعني مو المطلوبة هذا المستوى مستوى المباريات المطلوب مثل بطولة غرب آسيا راح مجموعتنا طبعا مشاهد الكرام اللي راح تحتضنها محافظة كربلاء تضم العراق واليمن وسوريا وفلسطين وكذلك لبنان كابتن. يعني هي أربع فرق مع جل احترامنا لها يعني أربع فرق أنت لربما في هذا المستوى راح تواجه فريق واحد اللي هو كمبوديا تصور كمبوديا أو هونغ كونغ لربما مو صح لكن في هذا المستوى في هذا الجانب يعني لا المنتخب اللبناني نفس المنتخب اللبناني حتى المنتخب السوري بعد أمم آسيا صار تغييرات به فأنت ما راح تواجه منتخبات قوية على مستوى عالي حتى تكون هي المحك هي التجربة أنه تلعب لكنه إحنا ما يمنع أنه هذا خلاص هاي إحنا اليوم مثل ما قلت اليوم إحنا العاطفة اليوم إحنا قاعد نسوي بطولة ونتمنى من رب العالمين إنه الله يوفقنا حتى تكون هاي بداية خير على في الحضر عن بغداد فأتمنى أنه هي هاي مثل ما قلت لك يعني أنه المدرب يفكر أنه يجرب أكبر عدد من اللاعبين يعني اليوم إحنا كثير صارت مباريات ودية بالنسبة في البصرة أو كربلاء ما شفنا يعني زج عدد كبير أو عدد مطلوب بالنسبة للاعبين الشبان هو هاي هو هنا المشكلة صار هنا المشكلة هنا المشكلة عن ضمها لي خانت أخطاء كاتنج لأنه أنت اليوم راح إحنا دائما يقولون إنه هناك مدربين هاي معروفة أكو مدرب حاط بباله 11 لاعب وخلاص البقية ها كاتنج من هذا النوع كاتنج لحد هاي اللحظة هو يعني والدليل إنه هداف الدوري على عبد الزهرة تحياتنا إليه فكر يجيبه وهناك وين ما شافه ولا شاف كذا ورجع مرتلخ بدون ما يشوفه مجرد حكي كيف لكن علاء ايضا تهجم بتصريحاته على المدرب لا هو بعيدا عن تهجم علاء بس يعني هسه اليوم انا ادعيك للمنتخب انت كهداف يعني يا اخي يا بيع دوري صايره انت هداف دوري ما يكون عنده فرصه انه يلعب منتخب العراق انت مع مع عوده علاء للمنتخب مع عوده علاء يعني شوف الخبره تفيد الخبره يعني انت حتى خلي يكون عندك سبع لاعبين اعمارهم متقاربه اعمارهم بالعشرينات او 25 لكن انت المنتخب يحتاج الى خبره يعني هاي عانينا منها في امم اسيا يعني انا مو فكره ضد فكره انه انت تجيب اللاعب وشوفه جربه في هاي البطوله اللي هي غرب اسيا نعم. عندك فرصه انه انت هو استدعى لكن من القائمه النهائيه استبعد بالضبط يعني زي انت على على ضوء اي شيء استدعيته تعتقد هاي بمثابه عقوبه للاعب بعد تصريحات هاي تأذي نفسيا هاي تأذي اللاعب نفسه تأذي اللاعب حتى لو كان عنده رغبة حتى لو هو مقدم أفضل مستوى له خلال هاي السنوات نعم. أنت تستدعيه بدون ما تشوفه وترجع بدون ما تشوفه زين هو على أي على ليش استدعاه فهنا المشكلة المشكلة إنه أنا بدي إنه هاي البطولة تكون اختبار للاعبين اللي ما أعطاهم فرصة حتى يقدر يشوفه يعني مع اعطاء فرصه لعلاء في هذه البطوله رغم انه وفاه الاوان لكن لا انت لا 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 يعني احسك ممتعب من موضوع على عبد الزهرة لا انا والله مو بس على عبد الزهرة انا كل لاعب انت على اي اساس تسحب لاعبين المنتخب على اساس الدوري ما يقدموه بالدوري اللي قدمه بالدوري هسه انت على عباس تقدر تقول لي على عباس غير قادر على لا ما ممكن طبعا مو على عباس لاعب جيد الاخر لا اكو لاعبين معينين لا برزوا بالدوري لكنه من اقول لك انه على عباس انت هاي فرصه انه هي غير عباس تعطي فرصه للاعبين اللي انت كنت في شك من امرهم يعني لربما يكون فيها فائده طيب كابتن اجابه مختصره بالنسبه لي يعني البطوله او تصفيات كأس العالم وأمم آسيا مجموعتنا تعتقدها متوازنة لو صعبة نوعا ما لا هي طالما لا مو صعبة مو صعبة صعبة لربما هي المنتخب الإيراني فقط صح نعم بس المنتخب الوحيد اللي لربما يعني لكن هو فريق واحد يتأهل من المجموعة والبقية أفضل ثواني اي يعني هو اكو فرصة نعم. يعني انت ما امامك غير بس منتخب البحرين صح يعني انا اتوقع ان البطاقة الاولى والثانية راح تكون من نصيب العراق وإيران العراق وإيران اتوقع إذن مشاهدي الكرام يعني عندنا أيضا رسالة من اتحاد كرة القدم يعني متمثلة بعضو الاتحاد السيد يحيى كريم بشأن المنتخب الوطني هذه الرسالة خلينا نتعرف على هذه الرسالة ونعود إليكم دائما مناشدتنا للحكومه من خلال وزاره الشباب والرياضه معالي الوزير من يحضر اجتماعات مجلس الوزراء راح يوصل صوتنا للحكومه بان كره القدم يجب ان تدعم كره القدم هي المتنفس الوحيد هي سعاده الشعب العراقي باجمعه لذلك المنتخب يراد له هواي
دعم من الحكومة والتفاته يعني لازم تكون مميزة حتى منتخبنا يمضي بالنهايات. هاي البطولة يعني مو شيء سهل، تصفيات كأس العالم ليس بالتمني يصعد منتخبنا، يراد عمل كبير والعمل يحتاج أموال. أهلا بكم مرة أخرى كابتن سعد. يعني بالنسبة لتصريح السيد يحيى كريم لمح على وجود تخصيم من قبل الحكومة تجاه المنتخب الوطني واستعداداته، يعني إذا ما قارناه مع استعدادات المنتخبات الباقية، تعتقد أنه الآن المنتخب ما محصل على حقوقه سواء بباقي المنتخبات؟ يعني هاي احنا بالتاكيد لازم ننصف الاتحاد بهذا الموضوع مثل ما ننتقده في امور نعم. معينه في هذا الكلام محق الاتحاد. المفروض دعم يصير حكومي نعم. دعم حكومي، دعم شعبي، دعم 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 من كل الجهات. هنا اليوم انت قاعد تمثل العراق في بطوله قاريه، بطوله مثل كاس العالم، المفروض بالفعل انه يكون هناك دعم خلي اقول لك لا محدود للمنتخب في معسكراته، في مباريات الودية على مستوى عالي. في هذا محق الاتحاد وانا يعني اضم صوتي لهم الصراحة. طيب كابتن، لكن ماكو ايضا مباريات ودية اعتقد بعد بطولة غرب اسيا؟ اخر محطة اعتقد قبل التصفيات هي محطة غرب اسيا، تعتقد انها كافية؟ لا مو كافية طبعا، مو كافية. انت لازم تلعب مع فريق بمستوى منتخب ايران، لازم تلعب مع فريق بمستوى منتخب البحرين، نعم. حتى لازم تلعب مع فرق بمستوى كمبوديا في اجواءها في صح. فبالتاكيد رادك مباريات ودية. بالمناسبة منتخب كمبوديا يدرب اللاعب الياباني كيسوكي هوندا بعرض ويملك نادي نمساوي ايضا ايضا يعمل في نادي اخر. لا انت اليوم المفروض تلعب مباريات على مستوى، حتى لو تخسر نعم. حتى لو تخسر تكون الفائده بها اكبر من تلعب بتأكيد. مع فريق تفوز عليه 5-6. لكن خلال السنتين الاخيره مبارياتنا الوديه مقتصره على منتخبات معينه، صار حتى صار اشبه بالروتين بالضبط. مو هي لربما هي ما اعرف انه بسبب قله الاموال، بسبب الطلبات اللي يطلبوها هاي الفرق حتى تلعب معاهم. فهي انت ليش قلت لك انه المفروض إن يكون هناك دعم حكومي لرحله المنتخب، اعداد المنتخب؟ حتى بعد ماكو، حتى لا الاتحاد عنده حجه ولا كاتانيش عنده حجه. صح. طيب كابتن، نرجع لكاتانيش، وصل للنظام كنظام لعب بشكل عام، صارت هويه للمنتخب العراقي لو بعد؟ انا قلت لك صراحه، انا في امم اسيا انا كنت نعم. احلل في قناه معينه، انا وكابتن جمال نعم. علي تحياتنا له، يعني احنا هو اكثر مني خبره الكابتن جمال علي في التحليل وفي في لاعب في كاس العالم. يعني وصلنا الى قناعه انا معه والموجودين انه اكو هويه دفاعيه لحد الان شفناها في امم اسيا، يعني كتكتيك دفاعي موجود نعم. لربما هو ما اعرف يعني يراد لك كل 15 سنه يشتغل على خط معين، لان هاي فتره طويله. صح. انت تروح الى امم اسيا مجهز فريقك بس دفاعيا فقط، تريد تاخذ بطوله وتنافس، هاي مستحيل. ولذلك انا اقول لك يعني مع العلم انه احنا ما نريد ننكر انه رافقة ظروف اصابات لاعبين في ذاك الوقت، لكنه انا اقدر اقول لك انه هي هاي مشكله المنتخب العراقي مع كاتانيش لحد الان بدون هويه. كابتن سعد قيس النجم الدولي السابق، ضيف خفيف الظل، وتشرفنا بوجودك بتاكيد مثل كل مره. نتمنى ترى سافر لو تبقى بالعراق. لا قلت لك يعني بعد لا رجع للعمل بعد. لا خلص ان شاء الله مسافر. اكو مباريات بالنسبه للنجوم كره القدم السابقين ربما ان شاء الله نهايه الشهر ان شاء الله. كل التوفيق لك ونتمنى نشوفك مره اخرى. الله يخليك. شرفني. اذا مشاركة الكرام، وصلنا الى ختام حلقه هذا اليوم من برنامج المشهد الرياضي، لكن قبل الختام كأسرة برنامج المشهد الرياضي نقف دائما مثل ما عودناكم مع منتخباتنا الوطنيه، ونستمر ايضا بدعمنا للمنتخب الوطني العراقي على الرغم من انتقاداتنا لاتحاد كره القدم، لكن هذا واجبنا المهني، حتم علينا العمل بهذا الاسلوب. ختامنا راح يكون مع هذا الفاصل، دمتم في حفظ الله والى اللقاء. على طار الفخر